السلام عليكم خوتي خواتاتي، مرحبا بكم في لاشين تاعي. جيسبر تكونوا كاملين لاباس، كاملين تكونوا بون سونتي. معكم خوكم زينو ام اتش دي من الجزائر. نطلب منكم كاملين تروحوا للانستغرام تاعي هذا، تابوناو وروحوا يعني فعلوا نوتيفيكاسيون، ديروا شويه نشاط. فيديو تاع اليوم من عند الاخ زكريا من مدينه كازابلانكا. قال لي الفيديو تاع هذه الاجنبيه، فتاه اجنبيه زارت المغرب وراحت المكان اللي صوروا فيه جيم اوف ترونز. يعني كاين العديد من الاماكن في المغرب على غرار الصويره وعلى غرار مجموعه اخرى من المدن في المغرب، قاموا بتصوير فيها اكبر واشهر سلسله جيم اوف ترونز. انا شخصيا والله ما شاهدت منها ولا حلقه، والله ما نعرف هكا كيفاش دايروا، ما نعرفش القصه تاعها. وتحيه للناس اللي ما شافوهاش، اما الناس اللي شافوها يكون عندهم يعني تعلق كبير بها ويكونوا يبغوها اكثر، لانه انا نعرف باللي هذا السلسله يعني من انجح السلسلات ولا من انجح سلاسل تاع السينما. المهم من دون كثره الكلام، لينك تو ذا فيديو از ان ذا ديسكريبشن بوكس، ذا شانلز نيم از اون ذا رود وذ LG. ثانك يو سو ماتش فور ذيس فيديو، فور ميكينغ ذيس فيديو. سو جو سبسكرايب تو LG فيديوز اون ذا رود وذ LG. يلا خاوتي قلت لكم برك روحوا ابوناو عند LG، ورابط قناتها موجود في الديسكريبشن بوكس. يلا نشوفوا الفيديو مع بعض. اوكي شوف المكان، يعني تقول كارت بوستال، ما تقولش باللي مكان كاين منه. شوف سبحان الله العظيم، واو واو جمال رائع. وانا متاكد يعني قال لكم انا في القصبه الان. واو قال لك راهي تفيبري، قال لك كان كاين بزاف لوت اوف ويت قادره تتكسر، يعني تحس بها تفيبري، يعني لانه البنايات هذه قديمه بزاف في القصبات هذه، ويعني اي وزن زائد قادر يدير كارثه وتتريب هذا القصب بطبيعه الحال. واو يعني ماشي غير جيم اوف ترونز اللي تمثل هنا، وانما حتى واحد الفيلم تاع جلادياتور يعني تاع القتال ويتسيتيرا، لانه ما كان شوف عنده هذاك الفايب القديم جدا، تحسه ما كان يعني اكزيستي دوبي قرون وقرون، ومازال جميل ومازال يعني المعالم تاعو واضحه، مازال بيان طايي. يعني صراحه قليل وين تسيب هكا اماكن في العالم، وهذا ما خلى يعني كبار المنتجين والمخرجين يجوا للمغرب. يعني انسان هذا يعني قدم طريقه محترفه في الطفل هذا. شو قلت تشبه الصبعتين، fingers. هذا الجيت توريستيك على حسب ما اعتقد. The monkey fingers actually aren't in their own gorge. They're in this other gorge called Daddy's gorge, and I know it. شو قال لك هذا يعني يسموها أيادي the monkey fingers، أيادي القرد ولا أصابع القرد. شوف صح عندها الطابع تاع تشبه اليد القرد، هذا الجبل الجبال هذه سبحان الله العظيم. واو هذا المكان وين جاي اكزاكتومون في المغرب خوتي؟ ما هوش كاتبين اسم المدينة. الآن يدخلوا إلى حلق أصابع القرد، هذه يعني في وسطه في داخلها. شوف شوف يعني الطبيعة الخلابة والطبيعة العذراء اللي مازال ما خربهاش الإنسان وما خربهاش البشر، وهذا الشيء اللي لابد أن نحطوا النقاط، لأنه أي مكان يدخلوا ولا يعمروه الناس ويعمروه البشر لابد أن الحفاظ على مثل هذه المعالم. يعني كانوا فايتين في هذيك المغارة في هذاك العنق حتى صابوا المياه، المياه حبستهم ما قدروش يكملوا الطريق تاعهم. طبيعة الحال هذا المكان قاموا بتصوير فيه مجموعة من الأفلام. شوف شوف سبحان الله العظيم، تقول أصابع يعني في الأخر مونكي فينجرز يعني أصابع القرد، سبحان الله واو جاست واو. طبيعة الحال هذاك الجيد توريستيك المغربي، شوف سبحان الله العظيم يعني الطريق وكأنه مرسوم في الجبال، شوف تحسه باللي ضيق واو 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 واو. شوف جبال طريق سبحان الله العظيم، كانه مرسوم يعني فوق الجبال، شوف الي روتور دروات غوش، واو صراحه منحوت سبحان الله العظيم، خالق الطبيعه وسبحان الله العظيم. يعني الانسان كيشوفها كيتفكر انه الله اللي راهو فوقنا يعني في السماوات العظيمه، يعني سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم. الإنسان يتدبر في خلق الله فقط يفهم بزاف أمور. الإنسان يبات حياته كاملة يفوت حياته كاملة يفنيها باش يبني ولو نصف هذا الشيء، ولا 1% ما يقدرش، والله ما يقدر. الرياح الآتية والرياح القوية بهذا المكان الجميل، دوستر المغربية
جمال رائع صراحة. شوف السياح وشوف الأماكن جميلة. كاين ناس ميد إن ورزة، ورزة ورزات في المغرب. كاين الناس قلت لكم باللي لاباسيون تاعهم سي كيروحوا الاماكن ما تكونش فيها بزاف ناس، ما تكونش عامره وتكون طبيعه فيها خلابه وعذراء. هذا هو لو بيت تاعهم، لاباسيون تاعهم وحياتهم كيفاش يقضوها. هنا يعني في هذا المكان عديد من الافلام سجلت هنا، كل هذا الاحصنه يعني مدربه من اجل التمثيل ومن اجل يعني تقديم نوعا ما ادوار في الافلام. هذا يعني مثل في فيلم Game of Thrones، هذا الحصان يعني كان حاضر في فيلم Game of Thrones، يعني سبحان الله العظيم. هذا نوع من الاستثمار، الاستثمار الجيد في مكانه. يكون عندك حيوان تستثمر به وتكريه للأفلام وتدخل بالك منه أموال، يعني يعني استثمار ناجح. وصراحة تحية لصاحب هذا الحصان وصاحب هذا الفكرة صراحة. يلا so cute. هذا الجمل. yes it is. It's so cute. جميل جدا صراحة. صافي بليزير كي تشوف أماكن مثل هذه موجودة في بلد مجاور بلدك. يعني عارف باللي الأفلام اللي مثل هنا يعني نصرفوا عليها ملايين دولارات باش يخرجوها وباش يمثلوها وباش منها يعني لي سالير تاع الممثلين، منها الأقمصة واللباسات، منها المخرجين، الكاميرامان، المعدات، كل شيء كل شيء، الرحلات، كل شيء يعني مصروف كبير صراحة. شوف فيلم جيمس بوند، فيلم The Gladiator، كلهم تمثلوا هنا يعني كلهم كانوا قد مثلوا في هذا المكان الجميل صراحة. هذا المكان الاستراتيجي والرائع، وأنا متأكد أنهم ماتوا بدرجة الحرارة، لأنه هذه المنطقة بين منطقة فيها درجة حرارة عالية بزاف. واو شوف يعني الفايب كأنك في أهرامات حقيقية وكأنك في أهرامات صراحة. This place was used in Prince of Persia and they are used it in the gladiator passing. Oh, شوف مجموعة كبيرة من الأفلام قاموا بالتمثيل هنا في هذا المكان. Prince of Persia يعني اللعبة شهيرة والفيلم مشهور والآخر صراحة. يعني ما كنتش متوقع أنه كان يعني أفلام كثيرة تورنات في هذا المكان الواحد. أنا كنت أعتقد أنها دي different spot يعني أماكن مختلفة. Prince of Persia and they reuse it in gladiator. The Passion of Christ looks like Moroccan old city. Mm-hmm. It looks like a Medina or a Kasba. Mm-hmm. يعني وكأنها مدينة أو قصبة يعني صح في الستيل القديم صراحة. شوف الأحسنة لونها، لونها يعني ليست حقيقية. السيارات هذه السيارات الحربية. طبيعة الحال تكون حاضرة في التمثيل ولا في أمر من الأمور. يعني الإخراج والمونتاج يلعب دور كبير جدا. City of Miriam يعني الناس اللي يتفرجوا Game of Thrones يعرفوا هذا الأمر، أنا ما نعرفوش. ولكن شوف يعني رابط الفيديو الكامل موجود في description box، link to the video on the road with LG. Thank you for the video. Link to the video is in the description box. يعني اللي بغى يشوف فيديو كامل وخاصة الناس اللي تفهم اللغة الإنجليزية. خواتي نشكركم شفتوا الفيديو حتى لفهم صراحة. يعني Game of Thrones و Prince of Persia ومجموعة من الأفلام Gladiator يعني James Bond كلهم يعني مثلوا في هذا المكان. يعني ديزاكتور كبار بزاف هذه السيري وفي هذه الافلام صراحة. يعني صافي بليزير معلومات صراحة بالجملة اديناهم من هذا الفيديو، فيديو تعليمي وفيديو نوعا ما سياحي صراحة. صافي بليزير صافي بليزير صافي ان غون بليزير. نشكركم اللي شفتوا الفيديو حتى لفين، شفتوا الفيديو حتى لفين قولوا لي واش المكان اللي عجبكم في هذا الفيديو واش هو الفيلم اللي تابعتوه من الافلام المذكورة في هذا الفيديو. ديروا لايك، اشتركوا في القناة، تفعلوا زر التنبيهات، روحوا الانستغرام تاعي واشتركوا. نلتقي في الفيديو القادم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم زين ومحلي من الجزائر. Peace.